اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش فراخ بالقرفه. المكونات: فراخ فيليه متقطعه مكعبات، مرقه فراخ، بصل وجزر مبشورين، كمون وقرفه وكزبره خضراء، زبده، هنستعمل شويه ملح وفلفل. هنبتدي الاول نسخن شويه زبده على النار هاديه، نحط الفراخ، نتبلها بشويه ملح وفلفل، بعد كده نحط رشه قرفه، كمون، كزبره، نقلبهم كويس، نسويهم على طول في الزبدة، دلوقتي هنطلع الفراخ، بس اسيب الطاسة على النار زي ما هي، نطلع فراخ واحدة واحدة كده عشان انا عايز كل الزبدة اللي موجودة زي ما هي كده كويس. بعد كده نحط البصل، الجزر، بعد كده نحط الفراخ تاني، شوية مرقة، شوية فلفل اسود. رشة قرفة كمان. هدي النار. كده الساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش فراخ بالقرفة، ساندوتش وحاجة ساقعة بالهنا والشفا.
النهارده هنعمل عصير برتقان بالبرقوق. المكونات برتقان وبرقوق وشويه ليمون متقطعين متقشرين طبعا وشويه سكر. نجيب الخلاط، نحط البرتقان، ليمون، برقوق، سكر، شوية مية من التحلية، مية للتخفيف، نقفل الخلاط ونخلط. كده العصير بتاعنا جاهز، عصير برتقان بالبرقوق، ساندوتش وحاجة ساقعة بالهنا والشفا.